اختتم نادي توست ماستر العزم مسابقة من وحي رمضان بنسختها الثانية، والتي تهدف إلى تحفيز وتشجيع الشباب من ذوي العزيمة على الإبداع في المجال الإعلامي مثل التصوير والمونتاج والإخراج والإنتاج، بما يكفل تحقيق التدريب والمهارة لديهم لخدمة مملكة البحرين. كما اعتمدت المسابقة آلية تخدم 4 أهداف رئيسية، منها تعزيز روح المواطنة والانتماء وقصص النجاح المؤثرة التي تسمو أخلاقيات حسنة، وإبراز العمل التطوعي وأثره الإنساني والاجتماعي، والثقافة والتاريخ الحضاري. هذه السنة الثانية على التوالي نقوم بهذه الفعالية، وهذين الإخوان اللي من ذو العزم نتمنى لهم كل التوفيق، وإحنا اليوم في هذه المشاركة اللي نقوم بها معاهم، لأن هذين الناس اللي يستاهلون من يوقف وياهم يدعمهم، وإحنا لا ننسي دعم جلالة الملك لهذه الفئة وسمو الشيخ خالد اللي أطلق عليهم ذو الهمم، وهذه الفئة تستاهل يعني من يوقف وياهم ويدعمهم. من وحي رمضان هي عبارة عن مسابقة الحمد لله نقوم فيها في كل سنة، طبعا مدعومة من مجلس النواب وعدد من الشركات وزارة شؤون الشباب. طبعا المسابقة خلي نقول تطلع المهارات الإذاعية، المهارات التصويرية، المهارات التطوعية اللي تكون موجودة عند ذوي العزيمة. طبعا أتقدم جزيل الشكر حق الشباب اللي بذلوا طبعا جهدهم في المشاركة لهالجائزة للسنة الثانية على التوالي. طبعا استقبلنا 45 مشارك، اخترنا افضل مراكز الاولى والثانيه والثالثه طبعا على الجوده والقصه وطبعا والاخراج. كوني كنت ضعيفه بصر وفجاه صرت كفيفه كليه، بس في البدايه كنت يوم يعني سوينا الفيديو على تجربتي لضعيفه البصر وشلون، وعقبها حطينا الصور في الفيديو ان شلون الكفيف يقدر يمارس حياته بالبرايل، انه شلون هو يدخل المطبخ، انه يسوي له كوفي نفسه بنفسه.